صعب إعادة الارتجاء لإعادة نفسه. اليوم بخصوص وقائع مراج. بخصوص مراج كان هناك أمرين. كان أولا تم الاستماع لشقيق الدكتور حسن التازي اللي هو سي عبد الرزاق التازي، والذي أعتقد أنكم تابعتم معنا مناقشته وأجاب على كل الأسئلة التي طرحت عليه من طرف المحكمة، وأكد أنه لا يعتبر مدير إداري لهذه المصحة، وأنه يعني لم يكن على علم بالذات والمطلق بما حر يعني ما توصل إليه هذا الملف، من كون هناك بعض تجاوزات بين قوسين قد تهم بعض التصرفات التي حدثت من بعض الأشخاص، واللي تقول بأنه لا علم له بها. لذلك اليوم كان النقاش الأول مع الأخ الدكتور حسن التازي وسي عبد الرزاق. بعد ذلك بعدما انهت المحكمة يعني الاجتماع سي عبد الرزاق التازي، تمت المنادات على الدكتور حسن التازي، وكان يعني قلتها صعب، يعني كلمته كانت قوية، كانت مؤثرة، وكانت يعني لها دلالات كبيرة. أقتبس من كلماته فقط جزئية لما قال بأنني أنا اليوم هنا لكي لا أدافع عن براءتي فقط، أنا اليوم هنا لكي أدافع عن الوسام الملكي الذي قلدني إياه، وأنه لكي أقول لكم للهيئة أنه الملك لا يخطئ، وأنه لا يمكن أن يوشحني صاحب جلالة بوسام، وأن أجهزة هذا الوطن الصاهر على أمن هذا الوطن لا يمكن أن تخطئ في شخصي وتقدم لصاحب الجلالة شخصا بمثل ما يحاول البعض تقديمه في هذا الملف أو تحدث عنه خارج هذا الملف، أن أجهزة هذا الوطن لا يمكن أن تخطئ في أشخاص في أبناء هذا الوطن. وقال أنه اليوم نحن في إطار يعني سنكون في إطار معركة قانونية، يعني أساسها أولا إثبات أن التشريف المولوي للدكتور حسن التازي بمنحه وسام لم يكن خطأ، وأن صاحب الجلالة لا يخطئ، قالها أن صاحب الجلالة لا يخطئ، والذين يريدون أن يقولوا بأنني فعلت كذا وكذا يريدون أن يقولوا بأن صاحب الجلالة أخطأ في حقي عندما وأخطأ في تقديره لي، وأنه من يصارع على أمن هذا البلد أبلغه صورة خاطئة عني، وهذا لا يمكن أن يكون. لذلك معركتنا في هذا الملف الأساسية هو أن نثبت للعالم أجمع وللمحكمة بشكل خاص أنه صاحب جلالة لم يخطئ لما وصحه بهذا الوسام، وأن تفاصيل هذا الملف ووقائع ودقائق كما قال الدكتور حسن التازي ستكون لها يعني موضوع لا أقول الحلقات المقبلة ولكن الجلسات المقبلة، لأن أعتقد هذا الملف ستكون فيه جلسات أخرى وستكون لنا فيه يعني مفاجآت كبرى، وستثبت لك الأيام كما قلتها للإخوان الإعلاميين أنه تحريك هذا الملف كان خطأ في وقت خطأ، حرك يعني استهدف الشخص الخطأ في الزمن الخطأ، لأنه كيف يتصور أن تتزامن لحظة تسليم دكتور حسن التازي الوسام الملكي مع لحظة تحريك هذا الملف، مما يطرح ألف علامة استفهام. لذلك أقول مرة أخرى بأنه اليوم معركتنا القانونية هي في القاعة، سنستمر في نضالنا القانوني أمام القضاء، لأننا نثق كما قالها دكتور حسن التازي يعني للمحكمة لما اقتبس كلمة كانت المحكمة قد وجهته لعبد الضعيف أمامكم، إنما قالت له هؤلاء الأشخاص أمانة في عنقنا، قال أن تلك اللحظة اطمأنيت لما علمت بأن المحكمة تنظر لنا كأمانة بين يديها وليس كملف يجب أن يحكم بأي نتيجة كان. لذلك اليوم نتعاود نقولها، نحن في أيادي أمينة بيد أشخاص أمناء على حرية الناس على حقوقهم، ولذلك نحن اليوم نتكلم بحرية ونتكلم بطلاقة ونقول ما يجب قوله في إطار دفاعنا عن مؤازرنا الدكتور حسن. البشر وقال يجب ان تغير هذه التهمه او الكلمه بكلمه عتق البشر. صحيح، لانه التهمه هي التجار بالبشر، وقال ان حقيقه ما وقع هو عتق البشر، لان هؤلاء الاشخاص الذين استفادوا من الاستشفاء كلهم تم عتق ارواحهم، ولم يعني يتم التخاذل في مواجهتهم، ولم يتم التخاذل في حقوقهم في حقهم. لذلك انه جميع من دخل لهذه المصحة يعني استفاد من الاستشفاء وخرج معافى بعد أن دخل وهو مريض يعني ككل المرضى. لذلك اليوم هذا سيكون ملف عتق البشر
وليس ملف للتجارة في البشر. غير التأجيل والسرعة. للتأجيل التأجيل كان يعني أسبوعين إن شاء الله، يعني 24/11 ستستمر في المناقشة، فضلا على كون المحكمة قررت استدعاء بعض الأشخاص لأنه اليوم كما تعينون لم يحضر ولا شخص يحتاج، يعني لذلك المحكمة اضطرت إلى استدعاء مجموعة من المصطلحين همت بالخصوص، همت بالخصوص يعني أولياء المرضى الذين كانوا يستفادوا من الاستشفاء في المصحة. مرحبا. كما تشوفوا أنا مش بي وشي جريد شعبير لو تصريح ديال الأستاذ بسكيني. أستاذ نستعود 24/11